السلام عليكم الخوت ديالنا والاخوات ديالنا، واحد سبعه الخدامه كبار تبارك الله، اللهم بارك على القودرون، 8 كيلومتر على السطات، ولاد مؤمن، سبعه على الشانطي، شانطي كبير، وما هدرت ها هما غادي قبل الديزيل، ها هما غادي مع الشانطي، الشانطي هما هادو، ها الشانطي تبارك الله، ها السكوان قدام الساكنة خداهم، ها الطريق يادي القودرون 8 كيلومتر على السطات، غادي لا بعد ما تسكن من هنا، غادي السطات من هنا تبارك الله، اللهم بارك، هذه هي هذه السبعات الخدامة كبار، هادو راهي قلنا مع مولاهم آخر الثمن 9 من الخدام، ملكية حرة 9 مليون الخدام، هادو قتلو 63 مليون، الثمن ديالهم بقى 70 وانا بقينا تحايدنا ليه 87، هاي هي هادي عشتوها هي، دازت ومشات من هنا ومشات ومشات على الحجرة تبارك الله مربعة، تقريبا فيها شي جيل واحد 90 متر عرض، ومشات السكان تبارك الله، اللهم بارك، هي هادي مبرعة على القودرون، ها القودرون كيبان لكم، ها هو الحديد ديز، البلادية هادي مبرعة، واحد الأرض مخيرة معتبرة زوينة مليحة، معدي من تيرس زربية بطية، بلاد السكنة فيها الضو، الضو ها هو أنفاس مع الهجي، شتي عاد الحايط راه الحايط. الجامع تا هو قريب تبارك الله، ما بعيدش بزاف، السكان على القودرون 8 كيلومتر على السطات، سبعات الخدام كبار، قطار وخدام، قطار 1666 خدام فيه 1666 فاصلة شي حاجة، هاد الأرض برعة مليحة مخيرة ديال السكنة، ما كيناش ما مسيوباش هاد الأرض، هادي ما عندي ما نقول، زوينة أرض السكنة، أرض تبرع، خيرة، أرض الفلاحة، أرض شو الغرس اللي مزروع في الديور اللي كيدير، يبان لكم صادق، الماء هنا موجود، الماء ديال لوني بديز على الشاطئ، الماء ديال لوني بديز من الفوق، بديز هنا من التحت، تبارك الله، اللهم بارك، معتبرة، السكان أنفاس معاها، من هوك، من اللور، هي هذه سبعات الخدامة كبار، 63 مليون. ما عندي ملك ما مشتهم ودازوا طلعوا الفوق ودار ودازوا وجاو وخرجوا للقودرون، شتي القودرون وهذا تبارك الله، اللهم بارك، بليدة مخيرة مليحة 8 كيلومتر على السطات، على ساكن السطات، ملكيتها حرة ناضية، بلاد تير الزربية، بلاد الماء، القودرون هو هذا، الحديدة هو يبارك مديز على الشاطئ، ثم كتشوفوا بعينكم تبارك الله، اللهم بارك، ومرحبا بكم عندنا المتتبعين ديالنا والمتتبعات، اخوتنا وخواتاتنا مرحبا بكم عندنا المتتبعين ديالنا، مرحبا، هاد الاراضي انتم كتشوفوا فيهم خاصه جديد طاح جديد، هذا زوينه وراقصه ناضيين، هي ناضيه ما عندي ما نقول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.